لا بقات لي غير مسألة ديال الغازوال اللي ذكرت ديال روسيا. كما انا قلت بان الحكومه يجب ان تتواصل، هذا شيء خطير اللي تقال، ماشي حاجه سهله. هذا سؤال دستوري برلماني توجه وتنشر في وسائل الاعلام، يتهم ان هناك تلاعبات في الفواتر ديال لا غير نكملها، غير نكمل الفكره. والسيد الناطق الرسمي باسم الحكومه سولوه، مشى كيعطيهم طلعت ب10، لا نعطيني واش كاين تزوير، واش كاين بان هذا الشيء كيدخل. وللاسف ان كل شيء ملي كيقول هذا الشيء كيجي كيمشي لافريقيا واخنوش. انا نقول لكم واتحمل مسؤوليتي، شركه اجنبيه تشتغل في المغرب جابت من روسيا وعندنا معطيات فوق السرجات وفين خواتو داتو لفرنسا، مالكم ما كل داتو لفرنسا، وانا اتحمل مسؤوليتي تبييض الاموال. شكرا. ومازال هذا الشيء غادي نرجعوا له النقاش ونعطيك المعطيات. بغيت انا الا سمحتي لي في هذه النقطه نرد على السي على على على, على, على السي رشيد الحموني. صمت الحكومه ربما ما كاينش، تواصل الحكومه والوزراء الحكومه غادي نقول لها بدون يعني سون لونغ دو بو، كاين تفاوتات كبيره، وحنا في الاغلبيه تنبهوا الحكومه وبعض الوزراء ان خص يكون التواصل. الصمت ما خصوش يكون. انا غادي نجاوبك على الغازوال الروسي. اولا بعدا المعطى ديال اللي الارقام اللي بدات تتداول، الارقام اللي تتداول، سولوا اي واحد تيفهم في المازوت، ما يمكنش يكون شي فرق بين غازوال ديال روسيا في اطار هاد التسقيفات اللي هضرتوا عليها بجوج السي العزبي اللي تكلمت عليها، ولا انت فترة التسقيفات اللي كاينه، التسقيفات راه واضحه لا في الميريكان ولا في هذا، واضحه الاثمنه ديالها. ما يمكنش يكون يتعدى الغازوال الروسي الفرق واحد 50 سنتيم على ابعد تقدير، على ابعد تقدير داكوغ. والشركات نكمل لك الا سمحتي، والشركات المغربيه المستورده يصعب عليها التوريد، لان الابناك المغربيه المراسلين ديالها اللي يعطيوها الدوفيز الاوروبيه هي الابناك الاوروبيه اللي هي تتخاف من العقوبات بسبب الحصار، رغم ان المغرب هو ما غير معني بهذا. فعلا السي رشيد، كاينه شركه اجنبويه واحده معروفه هي اللي كتجيب النفط الروسي، نسميوها لا نسميوها هي شيل، لان الشركه الام ديالها سميتها فيتول، وصلب المعاملات ديالها اللي كاين واحد اللوكس ديال هذاك في البحر، لان صلب المعاملات ديال فيتول والخدمه ديالها هو لو تريدينغ، هو المضاربه في لي كوموديتيز، يعني السلع والمحروقات. وهل تتخيلون السي رشيد ان هذه الشركه الاجنبيه غادي تخلي شركتها التابعه المغربيه هذيك لامارج، حتى لو كانت لو فرضنا جدلا ان هذيك لامارج هذيك الشركه الاجنبيه غادي تخليها للشركه الام؟ لا غير معقول. وانا تنقول لك في هذا الخدم هضرت مع ثلاثه ديال المتعاملين، شركات وطنيه مسؤوله وفيهم وحده اجنبيه، تيلتزموا كاملين ديال الجي بي ام، تيقول لك جيبوا لنا هذا البترول الروسي بهذا الثمن غدا نحطوه في البومبا بداك الثمن. وخليني نكمل. شوف دابا هذا الشيء اللي قلتي لنا مزيان، علاش جا السيد الناطق الرسمي تيقول لنا الاستيراد حر؟ لا وانا كمل، علاش ما جاش قال هاد التفاصيل هذه؟ انا مع بلادي وانا نكمل لك، ويجي الناطق الرسمي الله يخليك، انا نكمل حتى نجيو للمؤسسه الفقهيه التطواني رحمه الله عاد تعطينا. الله يخليك السي الازمي، الله يخليك السي الازمي، الله يخليك. الا سمحتي في هذه النقطه هذه بالذات، انت كنت عندك مسؤوليه وتتعرف سابقه ان الاستيراد حر، ولكن شنو اللي ربما بغى يقول؟ ان الشركات المستورده راه القطاع محرر من 2015، والشركه التوزيع المغربيه راه تجيب البترول منذ ازمه المحمديه الفيضان والفينا واسي ايتمنى والحريق ديال لاساميخ من 2002، وحتى شي واحد. الاستغراب اللي تنستغرب اليوم هو ان حتى شي واحد ما كان تيسول واش هاد الشركه تجيب من روسيا ولا من امريكا ولا من اوروبا ولا كيفاش الثمن كان حر. اليوم هو البترول الروسي ب 60، لا ماشي لا
في التسقيف ديالو، التسقيف ديالو. اما السوق راه واحد، واش دابا واش عمركم سولتوا انت ملي كنتيو في الماليه، واش عمركم سولتوا شي شركه مستورده بشحال تجيب؟ المعادله ليكواسيون دا ديكواسيون راها محطوطه من 1997، ومني اختفت لا سميرة الجزء الثاني ديال التوزيع اللي بقى راه باقي انت تتعاملوا بها اليوم، هي هذيك اللي تتعاملوا بها اليوم، وانت عارف هذا الشيء. وانت جاوبتي عليها من الاخر، خليك شويه من الاخر. هذيك الشركه الافريقيه اللي كان رئيس الحكومه عزيز خنوش مرتبط بها لما كان فاعل اقتصادي، راه ما تجيبش البترول الروسي. واحد القضيه بعدا اللي خصنا نعرفوا، البترول الروسي ولا الغاز الروسي غير محظور، كاين مسقف. يعني ما معنى مسقف؟ دابا للولايات المتحده ولا الدول الغربيه قالوا بانه الا حضرناه غادي يكون واحد النوع من الاضطراب في السوق ديال البترول. اذا شنو غنديروا باش روسيا ما تستافدش اكثر باش تمول الحرب على اوكرانيا؟ غادي نديروا واحد السقف. شنو هذاك السقف؟ $60 البرنت اللي خام، ونديروا $750 للطن ديال المكرر. شحال تيدير دابا المكرر في 850؟ اذا نقصوا لي $100، هي اللي كترجم لهذا الشيء اللي قال سي محمد ب 10 سنتيم، 10 سنتيم باش بقيت 2000، هذا هو اللي تيقولوا. اذا اي واحد يمكن له يشري هذاك البترول الروسي، اي واحد يمكن له يشري. هذه الاولى بدل نعرفوا. المغاربه الشركات البتروليه المغربيه ما يمكنلهاش تشري، راه قال سي محمد، لان عندها عملاء ديالها في اوروبا، هذوك ما تيتعاملوش مع روسيا، اذا ما كاينش هذه المساله. الشركات الاجنبيه يمكن لها دير هذه، كيفاش ديروا؟ تديروا عن طريق الشرق الاوسط، كاين ابناك تما اللي يمكن للتعامل معها. هذا ما فيه حتى شي حاجه غير قانونيه. اللي تار الضجه ماشي واش شراوه ولا ما شراوهش، يشريوه ويدوزوه من المحمديه ولا يدوزوه من 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 من, من, من طنجه، هذيك راه قانونيه. اللي كاينه اللي قال لك اسيدي راه بالدرهم و70 درهم و70 سنتيم، هذا هو المغالطه اللي كاينه ديال الشعب المغربي. المغالطه اللي كاينه دابا حاليا هو تيقول لك شراوه بدرهم و70 وتبيعوه ب 12 درهم للمغاربه. هذا هو فين كاين المغالطه، ما شراوش بهذاك الثمن، شراوه ب $750 اللي سميتو، بينما اللي موجود 850. يعني الا شريتي شي نفط اخر 850، ولا شريتي وبلاتي عبد الحق بلاتي انسى زيد. لا دابا عندك سقف، شري اللي بغيتي، شري دابا شوف. هي بالنسبه للنفط الروسي، النفط بلاتي زيد محمد، خلي انا غنجاوب. انا 750 ما يمكنلوش يزيد اكثر منها، بغيتي تهبط لتحت براسك. ولكن الا بغيتي تشري النفط الروسي هذا هو باش كيمكن لك تشري، ولكن فيه اشكاليات لانه خصك تجيبو، وفيه مثل ما غدوش من الابناك الاوروبيه، وفيه ليزاسيورونس، فيه الى غير ذلك، فيه واحد المضايقات كبيره. ولكن كاينه شركات كبيره عملاقه عندها من اللوجيستيك والامكانيات باش يمكن لها تشري. فاش كدوزو لشيمينا بحال المحمديه ولا غدوزو لطنجه، راه هذيك مساله لوجيستيكيه، غتجيبو لتما لوجيستيكيين وتبيعو لشي دوله اخرى الى غير ذلك. هذا هو اللي كاين. ولكن الإشكال الحقيقي اللي مطروح الآن، وهو أنه كاين مغالطات ديال الشعب المغربي تيقولوا بأنه شركة تتشري بدرهم و70 وكتبيعوا المغاربة ب 12. هذا باطل أريد به باطل، باطل أريد به باطل، تغليظ ديال الشعب المغربي. هادو اللي تيقولوا ما كايناش مسؤولية، ما كاينش حس ديال المسؤولية، وما ضابطينش الأمور. اللي بغى يدير هادشي يضبط الأمور ويضبط شنو هو كاين في السوق ديال البترول. ولكن إلا سمحتي لي سي حداد، فهاد السي من نهيجوش على واحد النقطة ما كايناش. هاد القضية ديال شي واحد مسؤول أو حزب مسؤول تيقول بأن هاد الديزيل الروسي تيدخل بدرهم و70 وتيتباع ب 12، هادي ما كايناش. باش ما نهولوش ونفيو شي حاجة ما كايناش. لا 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 تنتكلم لك على خليني مشي واحد لا ما عندوش مسؤولية. شوف الأحزاب تتحدث بوضوح، أنا تنقل لك المشكل في الثمن ديال الغاز الروسي، وانا نعطيكم ها هو بلومبرغ. ها هو بلومبرغ ياك، شتي هاد لابوند اللي هي رماديه في يناير 2022 صفر. شوف هذه كيفاش ماشيه وتتكبر على حساب هذوك الاخرين اللي تنجيبو. دابا بلومبرغ شتا تقول لك؟ تتقول لك هاد الشيء هذا اللي دخل المغرب، دخل النفط الروسي للمغرب، دخل جاي والبلومبرغ وما ادراك ما بلومبرغ. احنا من جهتنا ما باين ليناش النفط الروسي في المغرب. اذا يا اما تيتصدر خص الحكومه تقول يصدر، واما دخل بالتزوير خص الحكومه ديال التحقيق. يعني شوف انا نشرح لك
اشرح لك السي حسان. شوف انا نقول لك، انا نقول لك واش تتعرف، تتعرف بانه دابا حنايا عندنا علاقات، عندنا ما يسمى باتفاقيه ديال التبادل الحر مع اوروبا ومع امريكا. تتعرف بانه لو ديتورنمون دو ترافيك معروف في التجاره. تتعرف بانه كاينين شركات تيجيو السلعه تيجيبوها لاسبانيا وتيدخلوا عليها واحد شي حاجه باش تترجع اوروبيه المنشا، في حين انها جايه من الصين الى جات بالمغرب غتدخل. هادشي معروف في التجاره، هادشي معروف. وبالتالي انا ماشي تنقول لك كلشي ممكن. شوف التصدير ممكن، التزوير ممكن، والثالثه الا كان ما كاين، الا ما كاين لا تصدير لا تزوير، هذاك الدخل خص المواطن يستافد منه. ماشي تنقول لك غتبيع لي الديزل بدرهم و70 السي الحسن، هذاك مسقف في 60 والاخر تيدخل ب 85. خلط وبيع للمغاربه ما تبيع لهمش ب 12.70، بيع لهم ب شتي لا هاد السطوال، لا هاد السطوال هو دليل على انه الحكومه غايبه. منين يكون هاد هاد هاد, هاد النخبه السياسيه والنخبه الصحفيه مازال ما عندهاش وضوح، كيفاش بغيتي الوضوح؟ الوضوح سهل، ليس هناك وضوح. وضحنا دابا راه وشرحتو، الله يجعلنا نفهمو تحت. والله هذا واش كل واحد بغى ياخذ الكلمه راه محتار من النقاش وادبي تفضل، ولكن زعما ما غندير الفوضى. الله يجازيكم بخير، عاونونا على إدارة هذا النقاش بشكل. تفضل سي حموني تفضل. وأنا اللي ترت هذه النقطة، ولكن مشيت بعدا لقينا البترول، راه عندي الخبراء في المغرب تبارك الله ثلاثة، وليت وكل شيء كيطير، كيفاش كيتصدر وكيفاش كيطلع. أنا ماشي هذا هو السؤال ديالي يعني. خبراء وليتو كتفصلوا كيفاش، المغاربة ماشي باغيين يفهموا هذا الشيء. كاين سؤال كتابي يتهم اتهامات خطيرة في سؤال دستوري، فريق محترم خرج في الصحافه وخرج في جرائد وول ستريت جورنال يا البر كمل السي حداد وغيفهمني. دابا انا ما كنهضرش معك كخبراء، دابا نتوما واحد شويه غتبقاو تعطيونا كيفاش كتركيبه زعما مغاربه، انا كنهضر باسم مغاربه. خرج واحد السؤال قالوا فيه، ماشي انا اللي كنقول، انا متتبع الصحافه في الاول فاش شفتها قلت ما يمكنش، ولكن من بعد ولات راي عام، ماشي سؤال عادي كنسول على الطريق في بولمان واش تخدمت نسين 20 يوم. هذا سؤال دار ضجة وفيه اتهامات خطيرة تزوير فواتير، وكيقولوا كيجي من هنا لهنا. قلنا لا لا، الحكومة خرج يقول لنا هذا الشيء ما كاينش ولا كاين. داز الندوة الصحفية الأولى ما جاوبش عليها، كاع ارتفع من 20 ما هضرش على التزوير. داز المجلس الحكومي الثاني ما جاوبش عليها. اليوم مشيتو أنا جاوبوني على مسألة، علاش ما يتفتحش تحقيق؟ يتفتح تحقيق الا كان، واخا نكمل، الا كان هذا الشيء صحيح راه صحيح، كان هذا الشيء غلط خص يتحمل مسؤوليته الاخر. انا هذا هو السؤال ديالي، خليوني من هذا طلع وهذا هبط. وانا كنقول لكم قريبا غادي تشوفوا مفاجاه، قريبا، وانا كنقول لهم مسؤول، قريبا غادي يخرجوا الوثائق، قريبا غادي يخرجوا، غادي يخرجوا الوثائق. اليوم رئيس الحكومه عاد الخميس اللي فات ما جاوبناش على هذا السؤال، خصو يجاوبنا. مسألة أخرى ملي كنجبدوا المحروقات، راه ماشي غير روسيا، ما بقاوش غير كيجي كتولي نطبعوا نسى هذاك الشيء اللي داز. اليوم البيرمي راه كيدير 80 دولار. علاش مازال الغازول كيدير 13 درهم؟ ملي كان 120 تفهمناها. وجات السيدة الوزيرة في مؤسسة وقالت لك بأن قلنا لها آمين. ومنين هبط؟ علاش ما كينعكش على السوق المحلي؟ قالت لك لا، لأن التكرير حقه هو اللي كاين فيه تهم. قلنا لها عندنا واحد المؤسسة تبارك الله لا سمير خصنا نقلبوا على الحل. قالت لك لا، تقنيا ودرنا الابحاث ما يمكنش، وما بقاتش منتجة وما بقاتش عندها يعني الامباكت يعني على الاقتصاد. ما فهمناش ملي كتقولي تكركي عنده اثار وغلا واخا هبط، ودابا كتقولي ما بقاتش عندها. السي حداد في شهر 3/2021 فريق الاستقلالي دار مقترح قانون بتأميم لا سمير. شنو تغير اليوم؟ شنو تغير اليوم؟ مقترح قانون فريق استقلالي بتوقيع سنديان بتأميم لا سمير كما درنا حنايا كفريق التقدم الاشتراكي في الولايات السابقه، ومتمسكين. ولو كنا في الحكومه نبقاو متمسكين،
لان هذيك المؤسسه وما غاديش ينسيها لنا شي واحد، غنبقاو تابعينها حتى تفتح. ولكن الفريق الاستقلالي بين رايو، بدل رايو، مقترح قانون قدمتوه اللي راكم في الحكومه دافعوا عليه. مساله ديال 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 كيقول كي قبيله بان الحكومه يعني منسجمه كما قال الاستاذ، انا هذا جذور ديال الحكومه. وهبي الدق واكل، ولو امين عام واحد خرج قال الله واش غلط ولا هذا ما كاينش. اليوم عاوتاني كيهضر على الغازوال، حزب التجمهر الوطني هو اللي كيهضر عليه. اليوم عاد سمعت سي حداد كيهضر عليه. غير شرحوا لنا اليوم هذا الشيء دابا اللي كيدار شنو هو؟ واش فعلا كما قلنا كاينين ثلاثه الحكومات ولا اربعه؟ لان وليت كنحسب كاين التقنوقراط بوحدو والاتحاد السوري ولا يحسبوا تا هو مع الاغلبيه تا هو ما فهمتش هذاك كيفاش انتم كل واحد كيسير بوحدو. راه حنا شوف حنا غير بغينا الحكومه بغينا تكون منسجمه، بغينا ملي كيتطرح واحد الموضوع يخرج وزير مسؤول بالحكومه، ماشي نخرج في الجري، يخرج في التصريح ياك عنده ندوه صحفيه ويعطينا التصريح ديالو ويقول هذا الشيء كذوب وتفتح تحقيق. إلا سمحتي لنا سي رشيد باش ما بقاوش في مساءلة المعارضة الأغلبية، غنبدا منين انتهى سي رشيد الحموني. هو هاد التوضيحات اللي تقدمتوا بها ما نناقشوش بصحة أو خطأ الأرقام بقدر ما نناقش لماذا لم تخرج الوزيرة الوصية على القطاع لتقديم هذه التوضيحات، وهي كانت اليوم في ندوة صحفية وتجنبت أنها تجاوب على الأسئلة المتعلقة بالبترول. نكمل في هذا السياق ديال المحروقات. سي حداد قال في مداخلة ديالو أن تحرير أسعار المحروقات كان خطأ، ما الذي نسلم جدلا أنه كان خطأ، ما الذي يمنع الحكومة الحالية من التدخل لتصحيح الأخطاء، خصوصا أن هناك مواد في قوانين في قانون الأسعار ليسمح لها للتدخل لمدد معينة لحماية الجيوب المواطنين من الارتفاعات الصاروخية، وخصوصا ان كان عاود سؤال اللي قال سي حموني الاسعار بقيت في 12.70 سنتيم في الوقت اللي البترول كيعرف انخفاضات، لماذا الحكومه لا ممكن انها كتقول بانه قدمت الدعم قدمات الدعم للنقل وحتاش الا مشيتو تبديتو غداو تجاوبوا على بعضياتكم في اللهم نستغل الفرصه. الحكومه قالت بان قدمات الدعم لقطاع النقل. اسمحوا لي نكمل السؤال ديالي عاد ديك الساعه شوفوا شكون غادي يهضر. بالنسبه للنقل كنتي طرقتي ليه سي حداد، الحكومه بالفعل قدمت دعم للنقل، ولكن هذا النقل هذا الدعم هذا لم ينعكس على الاسعار، لانه بالحديث مع التجار لا ديال الجمله لا ديال التقسيط هناك ارتفاعات مهوله في اسعار نقل من المدن الرئيسيه. وشكرا. يلا داك لا غير استثنائية ديال هادو. انا نقول لك انا اسمح لي سي حداد، الضريبه قلتي بانه كاين 40% من طول عمرها كانت تركيبه الاسعار 38 حتى 39% الضرائب. وانا غنشرحها لك سي رشيد. شوف نديرو ثلاثه دقائق لواحد سي بون سي بون سي رشيد غير باش نتعاونوا. سي رشيد خبراء، نعم نحن خبراء ما فيهاش هذه لا شك فيها خبراء، وفي هذه المساله ولا بغيتي نذكروا نقول لك شنو هما التقارير اللي درنا نقول لك في هذا الاطار هذا ماشي مشكل. تدريس راه خبير في هذا ما كاين مشكل. ولكن اجي نقول لك واحد القضيه، هذه القضيه ديال المحروقات باش نتفاهموا عليها، مغالطات كبيره كاينه فيها. علاش؟ دابا المغالطه الاولى اش نقولوا؟ تنقولوا الا هبط الخام ديال روتردام خص البومبا تهبط ولا طلع خصو تطلع. هذه غير ما كايناش هذه. اشنو اللي خصنا نراقبوا؟ ماشي نراقبوا الخام وبلاتي انا انسالي لك وجاوبني انت. خصنا نراقبوا المكرر $850 اللي كيدير دابا الا هبط، ولكن راه بعد خطرات هذاك تيطلع والاخر كيهبط. علاش؟ ما نقول لك علاش. دابا المكرر شنو هو كاين فيه؟ كاين فيه واحد اربعه العوامل ما كنشوفوهاش حنايا. شنو هي؟ تكرير في هذا الوقت ديال كورونا طلع جوج المرات، النقل في هذا الوقت ديال كورونا طلع ثلاثه المرات، التكلفه الماليه ديال التكرير لانه في دار فيها سميتو في تامينات الى غير ذلك طلعت واحد المساله كبيره. واحد القضيه اخرى تعرفها السي ادريس، انه الدولار دوك تقارنوها 2018 تقارنوها مع 2023، الدولار كان ب 8 ديال الدرهم، دابا الدولار ولا ب 11 درهم. دابا الا بغيتي تمشي تشري النفط كتزيد 30%. هذا الشيء كلشي حسبوا في هذا الاطار هذا. اذا الا بغينا
نفهموا هذه القضيه، خصنا نشوفوا هذه الامور هذه باش نفهموا. راه ما يمكنلوش راه يطلع ويهبط في روتردام لا علاقه له بهذاك، ولكن راقب ليا الا ولا دابا راه 850، الا ولا غدا ب 600 وشتي البومبا ما هبطاش داك الوقت يمكن نتذكر. ولكن واحد القضيه قلنا اشنو دارت الحكومه، على الاقل هذه الحكومه يحسب لها، ياك حررنا في 2015 كنا انا والسي ادريس في الحكومه حررنا في ذاك الوقت، ولكن ما درناش واحد القضيه. يقولنا كان واحد الضغط كبير 17 مليار ما 17 مليار الى غير ذلك، كان ممكن ندير واحد القضيه نقول لهم راه نقتسموا هذيك 17 مليار. كيفاش غنقتسموا؟ نقتسموا عبر الضرائب، غنزيدوا على شركات المحروقات. لهذه الحكومه، هذه الحكومه زادت على شركات المحروقات، كانوا تيديروا 31% ضريبه على الشركات، الان تيديروا 35% ضريبه على الشركات، زدنا عليهم 5% ديال الضريبه التضامنيه وصلت 40% على المحروقات. هذاك الشيء اللي قلنا بانه راه تزاد، رغم انا ما متفقش مع ذاك الحساب ديال 17 مليار درهم، هذاك فيه لغط كبير ومغالطات كبيره، ولكن رغم ذلك كاين الاقتصاد، كاين انه التضريب ديال الكبار، كاين التضريب ديال الكبار، هذه الضريبه اللي دارتها هذه الحكومه. كاين اللي تيقول لك راه واخا درتوا هذيك الضريبه وزدتوا ديك 5% ديال هذه، راه نقصتوا لهم في الربائح، وهذه مغالطه. انا نسالي في هذه، قلت لك نقصوا لهم شنو هي الربائح دابا فاش دير هذاك الربح وكتفرق تعطي لعباد الله لي ديفيدوند، كنا كنخلصوا عليها واحد 15%، دابا انت فاش كتشدها ديرها في جيبك خصك تخلص 15%، دابا هبطنا ل 10%. هذيك ال 5% لا تساوي ال 5% اللي زدنا في الضريبه، راه هي 0.5، من ما خصناش نغلطوا المغاربه في هذا الاطار هذا. راه يمكن زدنا وصلنا من 40% ديال الضرائب ونقصنا لهم واحد شويه ديال 0.5%. هاد الحكومه لها وخصنا ندير لها الشجاعه بانه دارت التضريب على شركات المحروقات، وخصنا نقولوها وخصنا نشجعوا الحكومه ونصفقوا الحكومه انه دارت التضريب على المحروقات. أزامي تفضل نضم المناقشة سرعة، واحد ثلاثة دقائق ديالي ننسى لي هذاك. لا شوف، لا أبدا. شوف سي حسن، دابا هاد الأربعة ديال الأمور اللي قلتي تأثروا على الثمن متفقين عليهم. قل لي شحال تيسووا في اليطرو، شحال تيزيدوا في اليطرو، شحال تيزيدوا فيه؟ لا تيزيدوا فيه هادو يطرو باه في ليطرو هادو، ولا زدت عليهم لي زدت عليهم لاتيك ولا زدت عليهم لاتيفيا كيزيدوا فيه تقريبا 7 دراهم. طيب لا في ليطرو، اذا خصكم تبيعوه ب 20 درهم. الله يهديك. لا شوف ادريس واحد القضيه، لامارج ديال الشركات ديال البترول، الا لقيتي شي شركه عندها اكثر من درهم في لامارج، بلاتي انا عندك هذا السؤال، الا لقيتي شي شركه عندها في لامارج اكثر من درهم اجي نضحك. غنبدا اذا غنبدا خليو شي ازمه في ثلاثة دقائق. لا هذه ماشي 3 دقائق، ما قلتيش 3 دقائق. شوف لا اولا كاين واحد السؤال كبير غنطرحو لكم. في اكتوبر 2018 كان السعر ديال الخام 80 دولار، اليوم 85. رجعوا للبومبا في اكتوبر 2018 غتلقاو غير بلاتي غادي تلقى الغازوال تيتباع لا غنجيك تيتباع ب 10 دراهم ونص، اليوم تيدير ادنى 12.75. قولوا لي بالله عليكم واش الدولار والتكرير والنقل تياكل 2.75 دراهم؟ ها بلاتي غنكمل دابا. هذا انا بالنسبه لي غير مقتنع لا بلاتي ليطرو 2.75 دراهم. هذه الاولى. ثانيا السؤال اللي طرحه الاستاذ سعد الحق الشقر ما جاوبتيهوش عليه، هذيك 31.35 هذيك للجميع ماشي للمحروقات، ما تقولوش للمحروقات 40 لا بلاتي غنجيك لا 40% في الضريبه على الشركات دارت على الابناك ومؤسسات الائتمان والتامينات والبنك المغرب وصندوق الاداره 40% 40% لا غير 40 ما تزيد عليها حتى 5 40 اي بلاتي 40. مجلس المنافسه، وقبل مجلس المنافسه القانون الاطار، رجعوا للماده 4 ديال القانون الاطار ديال الاصلاح الجبائي، تيقول خصنا نرفعوا من المساهمه ديال الشركات المؤسسات العموميه و والتي هي في وضعيه احتكار القله. الا ما كانتش المحروقات في احتكار القله من يكون؟ الا كانوا 5 عندنا 4 ديال الشركات،
عندهم 60% درهم من المعاملات، 60% ديال الاستيراد، 60% ديال التوزيع، 60% ديال التخزين، هم في وضعيه قله. جاء مجلس المنافسه في التقرير ديالو في غشت 2021 وخدا هذا المفهوم ديال احتكار القله وقال هاد الشركات، قال شركات المحروقات، ماشي قال احتكار القله، هو في السر قال اودي هاد الشركات خصها تكون بحالها بحال الابناك بحال التامينات. رجعوا للتقرير في احتياط. ولذلك خصها في النظام الضريبه ديالها يتفرض عليها بحال الضريبه ديال الابناك، هذه ما درتيوهاش. وقال خص ضريبه استثنائيه ماشي على هذه السنه بالنظر للارباح الاستثنائيه التي حققته في 2020 في 2021. لا ماشي لا تدير هذاك الساعة. شكرا سي ازمي، شكرا سلام سي حموني تفضل. لا واخا شكرا عندي راشد اذا سمحتي سي حموني هكا اللي بغيتي. وشوف يلا تفضل سي حموني طلب الكلمه وراها. لا غير كنت عندي هذا الفهم هذا زعما. سي حموني راه كيسال تيسال. يلا كيسال تفضل تفضل سي حموني. ما تبين غير السهل ولكن انا راه قلت لك الحمد لله امام خبراء راه ما باغيش ندخل في هذا النقاش. انا اللي كيهمني كون كيدير 780 بعد هذاك الشيء ديال 40% راه ما كايناش. الحكومه ما تقدمنا كفريق تعديل على اساس هاد المحروقات بحالها بحال بعض الشركات اللي عندها احتكار كما قال سي ازمي وما تقبلش التعديل ديالنا بحالو بحال الشركات الاخرى. يعني المعارضه ما تقبلات التعديل. وفي نفس الوقت هذه الحكومه كما قلت ما بقاش كتحترم حتى مؤسسه، ما احترمتش حتى مؤسسه ديال لا مؤسسه لا ديال مجلس المنافسه لا الاراء ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما بقاتش كتحترم حتى شي واحد. حنا ملي شفناها ما كتحترمش هذه المؤسسه الدستوريه ما بقينا ما نهضروا. مساله الغازوال حنا كحزب فرق التقدم المشترك ملي بدات هذه الحكومه قلنا فعلا حنا راه كنا حنا انتم كتشفونا. جات لقات واحد الظروف اللي هي صعبه، لقات الحرب، لقات الجفاف، لقات يعني الاثمنه ديال البترول غلات، جات في واحد الظرفيه اللي صعبه. قلنا ودي نعاونوك في التفكير لان هذا الشيء راه غادي يكون عنده اثار على جميع المواد. وفاش راحنا واقعين اليوم كما حتى الا ما عرفتوش نتوما ديروا بحال بعض الدول. خلي سيدي حنا تايقكم في هذه الهضره اللي كتقول ما نكذبوكمش. وصل 13 درهم وحيدوا لاتيك، حيدوا التافيا كما داروا بعض الدول ماشي ليبراليه ما عرف كاع كي دايره. حيدوا لاتيك وحيدوها للتافيا غير واحد المده ديال 6 شهور اللي كيعطيكم في الماده 4 ديال قانون ديال الاسعار كيعطي الحق رئيس الحكومه بمرسوم في 6 اشهر قابله للتجديد. الا حيدنا هاد الجوج غادي تحيد واحد 4 دراهم على المواطن كما دارت دول اخرى، دارتها بعض الدول وحيدت هاد لاتيك. هادشي اللي اقترحنا لكم كحزب التقدم المشترك، ما دخلناش معاكم في الحساب. حنا ما كنفهموش في البترول، حنا كنفهموا في السياسه. بغينا داك المواطن كيفاش نجيبوا له واحد الثمن اللي يقدر هذاك المواطن ياخذ الغازوال وياخذ ليسانس وما ياثرش المواد الاخرى. الحكومه ما سمعتناش. انا بغيت نهضر. كاين بحال اللي قال السي حداد كاين بزاف المغالطات في هادشي ديال المحروقات. ولا خليكم بغيت ناخذ الوقت ولا تجاوز غير شويه سمحوا لي. الله يخليكم. كاين سي الازمي اللي غير مقتنع، مقتنع بلومبرغ. ملي تنقولوا حنا هالبلاص بشحال تيسوى لان ما ناخذوش سعر التكرير. كاين واحد المؤشر الوحيد الاخوان ديال لان حنا تستوردوا الماده الاساسيه الغازوال عندها مؤشر سميتو بلاص تيدير بحال اللي قال 850 دولار اليوم للطن. نزيدو نهبطوها، زيد عليها 35 دولار ديال النقل. المازوت في المحمديه تيوصل ب 885 دولار للطن. خصنا نضربوه في واحد المعامل ديال الكثافه لان الطن ماشي هو ديال الغازوال ماشي هو 1000 متر مكعب. هذا المعامل راه 0.84 بمعنى تنوليو في 743 دولار للمتر ل 1000 متر مكعب. هي 7.43 للليتر. تنزيدوا عليها 30 سنتيم لهادش ديال التخزين الى اخره، هي حنا في 7.70 تنزيدوا عليها 2.40 دراهم. شحال ولينا 2.40 ديال لاتيك؟ شحال ولينا 10.45 نزيدوا عليها 10% ديال هادي ولينا 11.50. شحال هي الفرق بين 12.70؟ هي درهم فاصله 22. نحيدوا منها التيفيا ديالها هي درهم وشي شويه. هاد الشركات ديال التوزيع معمولين البومبا تيديو في الاطرود المازوط واحد درهم وشي شويه. هادشي اللي كاين. الا كاين
ودابا جيتو غير لشركه المحروقات بديتي تقول كثير ولا قليل لا مارج ديالهم. راه تيقولوا 5 انا ما عارفش تيقولوا 5 دراهم انا ما عارفش تيقولوا راه داروا 17. دابا هذا هو الحساب، هذا هو الحساب. اذا كاين شي حساب اخر وريوه لنا. هذا هو الحساب ديال الغازوال. واخا نتحاوروا فيه ما كاين حتى مشكل. اذا خص واخا نرجعوا لا سمير. لا سمير السي رشيد فعلا فعلا كاين واحد سوء الفهم واللي صعيب. تتقول ان لي مارج ديال الغافيناج الهوامش الربحيه ديال التكرير كبرات كبرات. علاش كبرات الهوامش التكريريه عند المصفات الدوليه؟ لان كان واحد قولوا دونت ديترونغلومون، لان كان واحد الكثير على الضغط كثير على المصافي العالميه اللي جعل ان لا مارج ديالهم كبرات. وبزاف ديال الشركات الدوليه قبل هذه الفتره ديال الكوفيد كانت سدات بزاف ديال المصفات على العالم. اذا اليوم لا سمير هذا قرار خصنا نتاخذوه. اولا كاين لاربيتراج واش، وتاين كاينين الديون لهذه الشركه. شنو هذه الشركه اللي جابها للافلاس؟ اولا انها ما دارتش واحد الاستثمار في واحد الوقت باش تدير الجوده وتكون تنافسيه.